السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر مشروع فول قلابة عدس كبدة شكشوكة، أكبر مشروع نحصل حب الله ورضاه، أكبر أعظم أول أجمل آخر، مشروع نجاح وفرح واستثمار وأكبر نعمة وأكبر نصر وأكبر عيد إنه إحنا نحصل حب الله ورضاه. كيف؟ إن الله حب الصابرين، إن الله حب المتقين، إن الله حب المتطهرين، إن الله حب المحسنين. إحسان أنواع، الصبر أنواع، التقوى أنواع. اللهم استعان، اللهم استغاث. تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة نفس أمارة بالسوء، تاريخ مميز لتشجيع النفس أمارة بالخير. قبل شوية شفت رسالة أنه مرات حتى اللي ساكت عن الحق بيكون هو متهم. اللهم استعان، يعني كلام كبير أنه الواحد لما يشوف الحق ويسكت على القليلة، إذا مش بلسانه ولا بإيده بقلبه يدعي لربنا إنه هذا مش مزبوط، وإن شاء الله يا رب يجيب السلام، ومش مزبوط إنه يكون الناس عم يموتوا. الله يرحم جميع الناس اللي عم يموتوا في غزة وفي كل مكان في العالم. إن الله يدعو إلى السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. إن الله يدعو إلى السلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.